بعض الشخصيات موجودة، الدرجات الخاصة الآن عندك بعض المدراء، الشخصيات المدراء العامين جيدين، عندك بعض الوكلاء جيدين. ما معقولة تجي أنت اليوم تطلع لك 30-40 مدير عام، أو تطلع لك 20 وكيل، هذول كلهم مخوش، هم هذول مين جاءوا؟ هم كلهم مدير الدولة. وبالتالي أنت مفترض شكلت اللجنة، لكن أكون أنت متخوف من موضوع ضرب الخصوم يعني مثلا. أنا لا تصفية الدولة من التيار. لا لا لا، شوف أقول لك، هاي هنا يا أستاذ بغداد، هاي عقل، هاي نقطة مهمة أنت جاي تدق عليها. تمام. التيار الصدري والكتلة الصدرية. لا مو أنا أدق عليها، خلص أسألك. لا والعباس أدق عليها. طيب خلص أسألك لك سالفة. التيار الصدري عاف رئاسة الوزراء. طيب. وعاف أكثر من 8 وزراء، هاي استحقاق الانتخابي. طيب. وعافة كلها ما يدور على ذني الأمور البسيطة، على وكيل وعلى مدير عام. طيب. دولة برمتها التيار الصدري عافها، تجي تهزه مدير عام ويهزه وكيل، والله طلع، هذا مو منطق. نعم. اليوم لا أنت ولا أني ولا كل واحد الآن مشهد اللي بالساحة يجي حتى لو تسولف ما حد يصدقه، يقول لك هو رئيس الوزراء السيد مختار الصدر عزه الله، رئيس الوزراء عافة و 12 وزير 8 وزراء حصتهم عافوها، وبالتالي يقدر ياخذ الدولة برمتها، مو يجي يدور على مدير عام او يدور على وكيل. هذا جانب اعتقد مو صحيح، او استهداف يعتقدوه هذا مو صحيح، لان ما يهمه اللي يعوف الدوله او يعوف الحكومه او يعوف رئيس الوزراء، ما تهمه لا مدير عام ولا يهمه وكيل. نعم. ولا تهمه هيئه، وبالتالي طيب. اعتقد هذا الموضوع يعني بعيد كل البعد عن صراحه. نعم. عن الاستهداف. نعم. وانا